وبالعمود ضربته. ألا يا أم لو تدري عذاب. ماذا يراد من المرأة بعد كل هذا؟ أي قال أن المرأة لا عطاء لها؟ نماذج فريدة خلدت هذه الأسماء في التاريخ. عذاب البعد يكويني، فلا عطف ولا حب ولا قلب يواسيني. إلى جنبيك يا أمي. إلى بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. حياكم الله أخواني وأخواتي في حديث متجدد مع نساء خالدات. في حلقتنا هذه نتحدث عن امرأة لعلها أعظم امرأة في التاريخ، تلك هي مريم بنت عمران. جاءت أحاديث كثيرة تشير إلى أن الكاملات من النساء أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون لعنه الله، وخديجة بنت وهب أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وفاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم عنهن أجمعين. هؤلاء الأربع هن الكاملات في التاريخ. وجاءت روايات أيضا تشير إلى أن أفضل نساء العالمين على الإطلاق هي مريم بنت عمران. فنحن نتحدث عن امرأة هي من أفضل ما خلق الله عز وجل من البشر، ويعدونها في منزلة الصديقات التي هي منزلة بعد الأنبياء. بعد الأنبياء الصديقات، ومنزلة الصديق والصديقة منزلة أعلى من الشهيد، منزلة أعلى من الأبرار، هي أعلى منزلة بعد منزلة الأنبياء عليهم السلام. فنحن نتكلم عن امرأة في أقصى درجات المجد وأعظم درجات البشر، مريم بنت عمران. قصتها تبدأ بأمها، تلك المرأة الصالحة التي نشأت في بيت المقدس وكانت عابدة متبتلة زاهدة راغبة فيما عند الله عز وجل، انقطعت عن الدنيا وتعلقت بالآخرة. وكان ذلك في زمن الأنبياء، في زمن زكريا عليه السلام. وكان زكريا ومعه مجموعة من العباد الكبار والرهبان الكبار يتبتلون لله عز وجل في بيت المقدس، شرفه الله تعالى وطهره من رجس يهود. زكريا كان يتولى رعاية بيت المقدس، وكان زوج أم مريم كذلك من الرهبان الكبار في بيت المقدس، وكان لهما الشرف الأعظم بين العباد في ذلك المكان. وكان من عادة الناس الذين أحبوا الدين وأقبلوا عليه، كان من عادتهم في ذلك الوقت أنهم ينذرون أحيانا بعض أولادهم لخدمة بيت المقدس، يقولون هذا الولد محرر، يعني تركته حرا لله عز وجل لا ينشغل بشيء آخر، فيأخذ الولد من صغره ويتربى في بيت المقدس ويخدم هذا البيت العظيم المقدس عند الله عز وجل. وتبدأ قصة مريم بنذر نذرته أمها. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهذا بيت كريم مصطفى مختار، الله سبحانه وتعالى اختار هذا البيت، بيت عمران وزوجة عمران وبنت عمران وحفيدة عمران وحفيد عمران. هذا البيت بيت عظيم، جعله الله سبحانه وتعالى من المكان الكريمة أن
ذكره مع آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. سمع الله سبحانه وتعالى لنداء امرأة عمران إذ قالت امرأة عمران ربي، هذا النذر الذي نذرته، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قبل أن تلد قالت هذا الولد الذي سألده سأجعله محررا لبيت المقدس. فلما وضعتها هنا استدركت، ما كان من عادتهم أن يخدم البيت إلا الأولاد إلا الرجال، أما أن تخدمه امرأة فلم يحدث. فتحجبت واحتارت وبدأت تناجي الله سبحانه وتعالى، قالت ربي إني وضعتها أنثى، ما كانت حاسبة حسابها أنها ممكن تكون أنثى، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون أنثى. الله سبحانه وتعالى يقول والله أعلم بما وضعت. بدأت تقول وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس من العادة أن يخدم البيت المقدس أنثى، ليس الذكر كالأنثى في خدمة بيت الله الحرام. ثم قالت وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. جاءت الروايات الكثيرة تشير إلى أن كل إنسان أول ما يولد من كراهية الشيطان للبشر ومن كراهية الشيطان لآدم وذرية آدم، أن أول ما ينزل الإنسان ينخزه الشيطان فيبكي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من مريم وابنها، ما مسهما الشيطان، لأن امرأة عمران استعاذت بالله بهذا الدعاء وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. الله سبحانه وتعالى هنا يشير إلى إشارة، ما الذي يمنع أن تقدم المرأة من الخدمات للدين ما يقدمه الرجل؟ هذا معنى سامي تقبلها ربها بقبول حسن. أنت تقولين ليس الذكر كالأنثى في خدمة البيت، الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، فلا حرج أن تخدم مريم بيت المقدس. تساءل العلماء في ذلك الوقت هل هناك شيء يمنع أن تكون المرأة محررة وليس فقط الرجل؟ فوجدوا أن ما في شيء يمنع، هذه عبادة، هذه خدمة بيت الله الحرام، إذن لا إشكال. واتفق العلماء على أنه لا مانع من قبول المرأة في خدمة بيت المقدس. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. سبحان الله شبت بسرعة، بعض الأولاد سبحان الله يكون أطول من عمره وأضخم، بعض البنات عمرها 10 سنين تجدها كأنها امرأة. كذلك كانت مريم عليها السلام، كبرت بسرعة، أنبتها الله سبحانه وتعالى نباتا حسنا. وكفلها زكريا. في قصة كفالة زكريا لها، كيف كفلها زكريا؟ كان من عادتهم أي ولد محرر يتولاه واحد من الرهبان الذين في بيت المقدس، هو الذي يتكفل بأمره، هو الذي يربيه. فلما جاءت هذه البنت الكل تنافس على أخذها لسبب مهم، أنها ابنة آل عمران، ابنة عمران الرجل العظيم، وزوجته المرأة العابدة من بيت عظيم، هذه من ذرية الأنبياء. فكلهم كان يريدها أن يربيها هو، فتنافسوا فقالوا نجعل الله سبحانه وتعالى يحكم بيننا. فأخذوا الأقلام، وكان عندهم نهر يجري وقيل هو نهر الأردن، فذهبوا إلى النهر ورموا الأقلام، فمشت الأقلام كلها مع النهر،
إلا قلم زكريا عليه السلام بمعجزة عجيبة من الله بدأ يسير عكس النهر، وكان نبيا كما نعلم من أنبياء الله، فكفلها زكريا. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذا المشهد لما كانوا يرمون الأقلام في القرآن، ما كنت لديهم يا محمد إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما كانوا يختصمون على مريم ما كنت حاضرا. هذا من العلم الغيب الذي يأتينا في القرآن الكريم. نحن عندما نفهم هذه القصص أيضا نفهم القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكفلها زكريا. فبدأ زكريا النبي يربيها. إذن بنت من أسرة كريمة عابدة عظيمة ويربيها نبي من أنبياء الله، فأي شرف وأي عظمة تلقتها مريم عليها السلام، وتعلقت بالعبادة وتعلقت بالله وتعلقت بالآخرة وزهدت في الدنيا، وكانت عفيفة شريفة طاهرة ولية عابدة، واشتهر أمرها بين الناس. زكريا عليه السلام دخل عليها يوما في فترة الشتاء، فوجد عندها فاكهة الصيف. طبعا في ذلك الوقت ما في ثلاجات ولا فريزرات، ما في طريقة لحفظ هذه الفواكه، فكيف تكون عندها فاكهة الصيف في وقت الشتاء؟ وأيضا لم يحدث هذا مرة واحدة، وإنما عدة مرات متكررة يدخل عندها في فترة الصيف يجد فاكهة الشتاء. يقول الله سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب، في كل مرة يدخل عليها يجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا. طبعا الرزق لو كان عاديا ما ذكر، ولو كان طبيعيا ما استغرب منه زكريا. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ إذن رزق عجيب، رزق غير عادي. قالت: هو من عند الله. كرامة من عند الله عز وجل تأتيها بها الملائكة. انظروا الدرجة العظيمة السامية من العبادة، من حبها لله تعالى، ومن إكرام الله سبحانه وتعالى لها. أي عظمة، أي شرف ذلك. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب يأتي الرزق. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، نحن لا نرزق، أهلنا لا يرزقون، رؤساءنا في العمل لا يرزقون، كبار القوم لا يرزقون، الله هو الرزاق، هو من عند الله. لما رأى زكريا ذلك المشهد تمنى الولد، تمنى أن يكون له ولد، لأن ما كان جاءه يحيى بعد، تمنى أن يكون له من الولد الصالحين كأمثال مريم عليها السلام. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وجاءته البشرى بعد ذلك، عند ذلك، بيحيى عليه السلام. لكن نرجع إلى قصة مريم. مريم عليها السلام بدأت تتعلق بالعبادة، وكان لها مكانا شرقيا، شرقي بيت المقدس. خرجت عن بيت المقدس وعن ازدحام الناس في المدينة، تريد أن تصفو، فانتبذت منهم مكانا شرقيا واتخذت لها حجابا. إذن انطلقت نحو مكان في شرق بيت المقدس وعزلت نفسها عن الناس حتى تتفرغ للعبادة. وأخذت مريم تشب على هذه العبادة وتنقطع لعبادة الله،
منذ لحظات إدراكها الأولى إلى أن صار عمرها 15 سنة وهي متعبدة منقطعة عن البشر متبتلة لله عز وجل، ولذلك تسمى مريم البتول. تبتلت، انقطعت للعبادة، لم تنشغل بشيء من أمر الدنيا، وكان زكريا عليه السلام هو الذي يتكفل بها. عندئذ حدث المشهد العظيم، حدثت الظاهرة الغريبة التي نتج عنها رسول عظيم من أولي العزم من الرسل، عندما جاء جبريل إلى مريم بأمر من الله رب العالمين لكي تبدأ بحمل وولادة عيسى عليه السلام. قصة عظيمة خالدة عجيبة معجزة ذكرها الله سبحانه وتعالى وخلدها لنا في القرآن الكريم في قصة مريم في سورة مريم. واذكر في الكتاب مريم، اذكر مريم يا محمد، اذكر مريم يا عبد الله، اذكر مريم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نذكر مريم، وأمر أن يخلد ذكر مريم عليها السلام، وثبت ذلك في الكتاب الخالد في القرآن الكريم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. الروح القدس هو جبريل عليه السلام. كلمة الروح في القرآن تستعمل عدة معاني، من معانيها الرئيسية حسب الموقف هو جبريل عليه السلام، تتنزل الملائكة والروح فيها، جبريل فيها، جبريل عليه السلام، فنفخنا فيها من روحنا، من جبريل هو الذي نفخ. إذن هنا الحديث عن جبريل. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. نحن ذكرنا أن من قدرة الله العجيبة أن جعل الملائكة لهم قدرة على التشكل بصورة بشر، حتى إن الأنبياء لا يستطيعون أن يميزوهم عن باقي البشر. إبراهيم عليه السلام لم يكن قادرا على تمييز الملائكة الذين جاءوا ضيوفا بصورة بشر، هي كذلك لم تميز. فجأة يدخل عليها شاب جميل وسيم، ومن عادة الملائكة إذا تشكلوا بصورة بشر أن يتشكلوا بالصورة الجميلة، ما يتشكلوا بصورة إنسان قبيح أو إنسان يخيف، بالعكس تشكل بصورة جميلة جدا. فتمثل لها بشرا سويا، السوي الذي ليس فيه عيب على الإطلاق. خافت، لا يدخل عليها أحد إلا زكريا، وقيل كان أيضا يساعدها أو يخدمها يوسف النجار ابن عمها، فما تعودت أن يأتيها أحد غيرهما. فجأة يظهر لها داخل الحجاب، داخل الستر، يخرج هذا الولد الشاب الجميل الوضيء. فخافت، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إذا كنت تتقي الله فأنا أعوذ بالله منك، يعني ألجأ إلى الله، إذا كنت خاف من الله ألجأ إلى الله أن يحميني منك. هذا إذا كنت تخاف الله، الذي لا يخاف الله لا يستحي من شيء. فجاء الرد العظيم، طبعا لماذا لم ينزل لها بصورة ملك؟ لأن البشر لا يتحملون رؤية الملك، يصعقون لو رأوا الملك. فكان من رحمة الله بها أن ينزل لها بصورة بشر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل عليه السلام بصورة الحقيقية إلا مرتين، في أول البعثة لما جاءه وملأ السماء وقال يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل، ملأ ما بين المشرق والمغرب، والمرة الثانية في قصة المعراج ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فقط مرتين
رآه، والباقي كله بصور أخرى، لأن البشر لا يتحملون رؤية الملك، ولذلك لم يأتيها بصورة ملك، جاءها بصورة بشر. فقال لها، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أنا رسول من عند الله. طبعا هي تعرف الملائكة وقدرة الملائكة، لأن هذا أمر معروف في الأديان. فهي لم تسأل عن هذا، من أنت وكيف أنت وهل عندك قدرة، ما سألت هذا، لأن هذا أمر معروف. كما نحن نعرف أن الملائكة تستطيع أن تتمثل، لكن بعض الناس لا يؤمنون، بعض الناس يتشككون. المؤمن الصادق يؤمن بالملائكة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا العالم الغيبي نحن نؤمن به. فعالم الملائكة عالم عظيم، وهو من أركان الإيمان. الذي لا يؤمن به ليس بمؤمن. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، فالإيمان بالملائكة أساس من أسس الإيمان، ولا يجوز التشكيك به على الإطلاق. وهي تعرف ذلك وتؤمن بذلك، ذلك لم تسأل ولم تناقش، لأنها عالمة، ليست فقط عابدة ولكنها أيضا عالمة، تعرف هذه المعاني الأصيلة. فكان نقاشها ليس عن من أنت وكيف تمثلت بصورة بشر وليس ولماذا هذه القدرة، وإنما سألت عن هذا القرار العجيب أنها سيأتيها ولد غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، كيف يكون لي غلام وأنا غير متزوجة، وكيف يكون لي غلام وأنا لم أرتكب فاحشة، كيف تلد امرأة من غير زوج؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا، لنجعل عيسى عليه السلام معجزة، آية، الآية يعني المعجزة، آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا، حكم انتهى، صدر القرار من الله سبحانه وتعالى، كان أمرا مقضيا ليس فيه نقاش. ونفخ جبريل عليه السلام في جيبها، الجيب هو شقة الصدر، شق الصدر هذا هو الجيب، فنفخ في الجيب فدخلت النفخة فيها فحملت فورا، وكان أمرا مقضيا، حكم الله سبحانه وتعالى أن يتم الأمر بهذه الصورة ولا راد لحكمه. وحملت مريم، والآن جاء وقت الولادة، ماذا ستفعل؟ كيف ستواجه هذا الأمر الخطير؟ كيف وهي البتول العذراء الذي لم يمسها بشر، كيف ستلد وكيف ستواجه قومها؟ قصة عجيبة بل معجزة كريمة، أتلوها لكم في لقائنا القادم بإذن الله، في استئنافنا لقصة مريم العذراء البتول صاحبة الكرامات العجيبة والمكانة السامية بين نساء الخلق أجمعين. إلى أن نلتقي استودعكم الله في استئناف حديث قصة مريم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.